البداية ستكون مع تطورات فيروس كورونا تحديدا في مصر، إذ وصلت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تراجعا لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغت ذروتها الأحد الماضي، لكنها حتى هذه اللحظة أيضا لا تزال فوق حاجز 1000 إصابة يوميا. وزارة الصحة كانت قد أعلنت تسجيل 1079 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 36 حالة من بين الحالات المصابة بالفيروس. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر حتى إحصاء الأمس بلغ العدد الذي ذكر ب 28,615 إصابة، بينهم 7,350 حالة شفاء و 1,088 وفاة. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح. دكتور أمجد، أهلا وسهلا بحضرتك. النزول ولو كان تدريجيا على مدار 3 أيام في معدل الإصابات، كيف يمكن أن يقرأ في هذه الآونة؟ أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أحب أقول حاجة، امبارح كانت الوزيرة قالت إن إحنا الفترة اللي جاية دي بقينا نعتمد، علشان سرعة تلقي العلاج، بقينا نعتمد أكتر على الأعراض وعلى الفحوصات العادية قبل اعتماد المسحه، ويتم عزله منزليا ومعطاه العلاج اللازم. ما اقدرش نقول ان احنا كده العادات، احنا لسه في الكيرف بتاعنا زايد. نعم. لان حالات كتير قوي بنعتمد عليها بالاعراض العاديه ونعزلها منزليا، ودي تبقى نسبه كبيره اشتباه كورونا. وفي حالات بتعمل تحاليل واشعه مقطعيه وخلاص خدنا قرار ان احنا مش هناجل لحد ما المسحه تظهر وتتاخر، لا بنبتدي بروتوكول كورونا بمجرد الاشتباه بالاشعه المقطعيه او بصوره الدم ان دي حاله اشتباه كورونا. فمعنى ذلك ان احنا نقدر نقول ان الكيرف ما نقدرش نقول ان هو نازل، احنا لسه في مرحله يجب الناس برضو لا يزال يجب الحرص الحرص ثم الحرص الفتره اللي جايه، لسه في اعداد كتير قوي بتزيد، احنا لسه في بدايه ذروه. ما نقدرش نقيم بالمسحه ان هي لا، لان في حالات كتير قوي هي بسيطه اصلا مش محتاجه مسحه، مش ان احنا مش بنعمل لها، هي حالات كورونا، عندنا حالات كتير فقدان حاسه الشم متزوج، عندنا كورونا بنسبة ما اعراض طفيفه جدا، وده بيتلقوا العلاج المنزلي والعزل المنزلي بدون اجراء مسحه، ودي اعداد برضو مش قليله. فخلينا برضو لا نزال حريصين كل الحرص على اي اشتباه عزل منزلي. الكمامه شيء ضروري جدا جدا الفتره اللي جايه، ان احنا الحرص في النزول والتباعد الاجتماعي، لا تزال كافه الاجراءات حتى لو احنا شايفين بمنظور المسحات ان الكيرف بيقل، لا يزال في هناك حالات، لا يزال الاعداد في تزايد. نطمئن الناس ان حالات كتير منها بدون اعراض واعراض بسيطه، وان التعافي كويس جدا ونسب التعافي كويسه تكاد تكون تصل الى 85% في معظم الحالات. طيب دكتور امجد، معلش، يعني وفق التقاليد العلميه العالميه المرعيه، هل هناك امكانيه للقطع او الحسم ما اذا كان شخص ما مصاب بفيروس كورونا دون اجراء المسحه او تحليل البي سي ار؟ مش عايز اقول ان مثلا الاشعه المقطعيه بنسبه كبيره جدا، التهاب الرئوي المصاحب للكوفيد هو شيء مميز جدا 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 بالفيلم بتاع الاشعه، مميز عن اي نوع اخر من الالتهابات الرئويه، له تمييز مماثل الزجاج المكسور، يعني كما نشبهه اللي هو الجراوند جلاس سوباسكي بتاع الاشعه، بتبقى واضحه جدا للاطباء ان ده اشتباه كوفيد بنسبه كبيره جدا، بل بالعكس ان كل الحالات اللي هي بالسي تي كوفيد بتبقى بالمسحه كوفيد بنسبه كبيره جدا، بمعنى ان الاشعه المقطعيه او الاشعه العاديه بنسبه ما تحدد هل هذا الشخص هو مصاب بكوفيد ولا لا. واحنا بقينا نسعى لتزايد الاعداد، نعتمد على هذه الاشعه في تشخيص هذا المرض والاخذ بالبروتوكول الفوري لهذا المرض دون الانتظار لعمل المسحه. طيب الكشف الاكلينيكي بشكل مبدئي كافي ايضا للخوض مباشره في البروتوكول العلاجي، ولا في حد ذاته لا يمكن القطع ايضا بالالتجاء الى علاجات كورونا؟ طيب هنقول ان احنا كورونا في جزء كبير منه بدون اعراض نهائيا، وجزء كبير منه اعراض تماثل البرد واقل من البرد، وجزء تماثل الانفلونزا بتكسير في العظم بهمدان باحتقار، وجزء تماثل اعراض الالتهاب الرئوي صعوبه في التنفس وكح. لا يمكن التقييم، هو تقييم الاعراض كلها واحده، انفلونزا برد كورونا. فجميع الحالات احنا ما نقدرش نشخصها بالفحص الاكلينيكي او بالكشف السماعه او بالتاريخ المرضي، الا لو اعراض ظهرت لحد ايجابي مخالط لحد ايجابي. فهذا بيأكد بنسبة كبيرة جدا ان الاعراض دي اعراض كورونا لانه مخالط لحد ايجابي. غير كده الفحص الاكلينيكي العادي لا يتم تشخيص كورونا به، ولكن نعامل كل الحالات التي لديها برد او ارتفاع حرارة او همدان او تكسير في العظم الان على انها اشتباه كورونا. طيب معلش دكتور امجد، لا يتيح او الكشف الاكلينيكي في حد ذاته لا يسمح بالقطع بوجود فيروس كورونا، لكن هل يسمح ب
القطع ايضا باستبعاد كورونا، ولا في كلتا الحالتين يصعب على الكشف الاكلينيكي على الاقل في هذه المرحله القطع او الاستبعاد؟ هقول لك، ما هو لان فيروس كورونا ملوش كتالوج، قد ياتي بمغص اسهال ودي لقيناها كتير جدا، قد ياتي غير اعراض تنفسيه، قد ياتي بفقدان حاسه شم متذوق فقط لا غير، وهذه الاعراض تتماثل مع امراض اخرى معينه. فلا يمكن الجزم بالاعراض فقط ان هذا كورونا، ولكن في ظل وجود جائحه وانتشار شديد لهذا المرض نشتبه ونعتبر جميع الحالات ايا كان اعراضها من بسيطه الى متوسطه الى انها اشتباه كورونا، ويتم العزل المنزلي. يتعافى المريض في العزل المنزلي تلقائيا في معظم الحالات، لا يحتاج لفحص ولا مسحه ولا اشعه ولا تحاليل، بعض الحالات قد تحتاج الى ذلك. لذا وجب علينا ان جميع الحالات الاشتباه حتى لو اعراض بسيطه يتم عزلها منزليا، نعم، حتى لا يتم نشر العدوى، ومتابعه الحاله منزليا. في حاله زياده الاعراض يتم التوجه لعمل الاشعه والتحاليل والمسحه المختبريه. الزملاء منتجو الاخبار وزملائنا المعدون بيطرحوا السؤال الاكثر شيوعا او من بين الاسئله الاكثر شيوعا في الاونه الاخيره المرتبطه بفقدان حاسه الشم او التذوق او ايا منهما، ما اذا كان يمكن ان يحدث بشكل مفاجئ، وما هي دلالاته او القراءه التي يمكن ان تقرا من خلالها؟ هو طبعا هو ده عرض من ضمن الاعراض وليس عرض وحيد، يعني قد يحدث في معظم الحالات وقد لا يحدث هذا العرض، ولكنه رايناه بالفعل كثيرا جدا جدا، مرضى كثير ولا يعانون من مشاكل مرضيه في الجيوب الانفيه ولا يعانون من حساسيه، وفجاه يعانون من فقدان شديد لحاسه الشم والتذوق، حتى ان بعض المرضى تقولين انه يضع الكحول في مناخيره في انفه ولا مش حاسس بالكحول، مش حاسس بالبصل، مش حاسس بالمواد المهيجه للانف نهائيا، احساسه بها تذوق وشم منعدم تماما. هذه الحالات نشتبه فيها بنسبه كبيره جدا جدا انها اشتباه كورونا. نعم. بما انه لا يوجد تاريخ مرضي للجيوب الانفيه او حساسيه انف، وهذا الوضع اتى له حادا وفجاه، نشتبه بنسبه كبيره ان هذا العرض هو من اعراض الكورونا. ونحمد ربنا ان هذا العرض عرض بسيط جدا جدا، اذا اصيب به الجميع فلا بئس، لانه عرض بسيط ولا يحدث تضاعف لي، ولكن يجب عليه العزل لانه يظل معديا لغيره حتى لو هذا العرض البسيط هو العرض الوحيد لفيروس كورونا. لكنه حتى لو كان العرض بسيط او طفيف زي ما حضرتك استعرضت بعض هذه الاعراض، هو الامر ايضا سيكون بحاجه الى تلقي العلاج حتى لو كانت علاجات اقل. مظبوط، العلاج والعزل المنزلي، لانه هو سيتعافى ولكنه قد يكون معديا لشخص اخر كبير في السن او مريض امراض مزمنه يظهر عليه الاعراض بصوره مختلفه، اعراض تنفسيه مثلا، ويؤدي الى التهاب رئوي ومضاعفات اخرى. فلذا لا نستهون بصغائر الاعراض، اي عرض حتى لو بسيط ناخذ له العلاج اللازم، ويتم العزل المنزلي حتى يتعافى الشخص المصاب ولا يكون بنشر العدوى لشخص اخر. دكتور امجد، الغايه الاساسيه من فكره العزل سواء كان عزلا في المستشفى او ما دون ذلك بان كان عزلا منزليا، الغايه الاساسيه مرتبطه بعدم نقل العدوى. الغايه الرئيسيه عدم نقل العدوى، وغايه اخرى متابعه المريض بدنيا وصحيا، الراحه التامه له الاكثار من السوائل، واعطائه العلاج اللازم هو ايضا، ومتابعه حالته خلال الاسبوعين اللي هم فتره حضانه هذا المرض، هل ستتفاقم ام لا؟ فلا ينصح بخروجه، الراحة والمتابعة والتغذية والأدوية له هو كي يتم شفائه، وحرصا على الآخرين من نقل العدوى. دكتور أمجد، الأسئلة التي أصبحت أيضا من بين الأسئلة الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، أما وأن هناك مقصدا بعدم الإسراف في الذهاب إلى المستشفيات خصوصا لذوي الأعراض البسيطة بحكم أنها بيئات عدوى أكثر من غيرها، هل يمكن تلقي العلاج أو طرح المسألة على الطبيب عبر المهاتفة أو عبر التطبيقات اللي أصبحت مطروحة الآن، ولا من باب أولى أن يتم التوجه مباشرة لإجراء الكشف والفحص الإكلينيكي؟ طيب، زي ما قلنا إن هو 80 أو أكثر من أعراضه أعراض بسيطة جدا، والكشف الإكلينيكي ممكن ما يكونش ذو جدوى، ولكن التاريخ المرضي الجيد، بعض الفحوصات أو التحاليل، قد تكون التواصل عبر الهاتف أو الواتس مع بعض الأطباء قد يكون سبيلا ما لتشخيص هذا المرض دون الحاجه الى الذهاب الى مستشفى، لانه قد تكون الاعراض في الاخر هي اعراض ليست كورونا، ويذهب المريض الى مستشفى ويخالط مرضى كورونا ويتم العدوى له. فلذا بننصح الناس الاعراض البسيطه لا يجب عليك التوجه الى المستشفى، تواصل مع احد الاطباء هاتفيا واعرض عليه الاعراض، اذا حاله اشتباه كورونا العزل المنزلي هو الافضل له حتى لا يتفاقم وضعه وحتى لا يقوم عدوى الاخرين، او حتى نزوله في مستشفى وهو اشتباه كورونا وممكن ما يكونش كورونا، ممكن وسيله لنقل عدوى له هو شخصيا ان لم يكن كورونا. اخيرا دكتور امجد، انا يعني اطلت على حضرتك، لكن الاسئله حضرتك تدرك انها يعني تتسارع في اذهان الكثيرين، ونحاول قدر الامكان ان نستوفي بعضها. من هو الطبيب الذي يتعين الذهاب او التوجه اليه مباشره؟ طبيب الصدر، طبيب المناعه، طبيب امراض الدم، طبيب الباطنه، اي الاطباء قد يكون الذهاب اليه اكثر الماما بالتخصصيه؟
طب هنقدر نقول دلوقتي في ظل جائحة كورونا جميع الأطباء يستطيعون التعامل مع هذا الفيروس نعم بالأعراض البسيطة والوصفات البسيطة للحالات المتوسطة أو الحالات الخفيفة. نعم أما الحالات الشديدة التي بها أعراض تنفسية ينصح بالتوجه إلى طبيب البطنة أو طبيب الأمراض الصدرية، لأنه الحالات التي بها أمراض صدرية قد يحدث بها التهابات رئوية، قد يقوم الطبيب المتخصص بطلب نسبة أكسجين أو طلب أماكن معينة للتعامل معه أو طلب أسرة أو طلب أكسجين، هذه يفضل أطباء الرعاية، أطباء الصدر، أطباء البطنة. أما الأعراض البسيطة العادية مثل فقدان حسّام قد أنف وأذن أو أي تخصص قد يقوم بممارسة أي دوره، لأن هذه المعلومات متاحة للجميع الآن وجميع الأطباء لديهم المعلومات الكافية للتعامل مع الأعراض البسيطة فقط. الأعراض الشديدة التنفسية دكتور صدر، دكتور بطنة، دكتور رعاية. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصدى واللقاح، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.